تعال نروح لطلب إحاطة، وهذا الطلب بشأن الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة. بصوا يا جماعة، الدواء بيمر بمراحل كتير، منها مرحلة طبعا البحث وما إلى ذلك، ثم التصنيع، ومن التصنيع إلى إيه؟ المخازن. طيب السؤال بقى، ايه اللي بيحصل؟ ويا ترى يا هل ترى هنحوكم هذا الموضوع ازاي عشان ابقى ضامن 100% ان مفيش دواء يخش على الصيدليه غير وهو دواء معتمد من الهيئات ومن الرقابه المصريه؟ معانا على التليفون دكتور امل سلامه، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، ازاي حضرتك يا سياده النائبه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طلب الاحاطه اللي معمول علشان الحكومه يعني تمارس رقابة شديدة صارمة على سوق الدواء، عايز أعرف لاحظت إيه الأول قبل طلب الإحاطة ومن ثم كان هذا الطلب؟ لاحظت يا فندم إن في السوشيال ميديا ومواقع وعلى قنوات معينة إعلانات واهية بتيجي أدوية مش بدون ترخيص، وبيقول لك انا مثلا هخسسك 30 كيلو ويبقى دي معموله ادويه تحت السلم، ملهاش اي ماده من وزاره الصحه ولا حاجه، فلازم يكون هناك تشديد في الرقابه على هذه الادويه ومنعها من السوشيال ميديا، لان دي متاجره بصحه المواطنين وبيصدقوها الناس وبيشتروا يا حرام، ويعني اللي هو متاجره بالصحه. يعني انا مش مستوعبه ان الاعلانات دي لسه موجوده لغايه هنا، لابد ان هي تمنع. وكمان هناك بيان من هيئه الدواء المصريه منشور بتاريخ 19/1/2024 ان هناك 3 ادويه مغشوشه ميجر، ادويه مهمه جدا في سوق الدواء المصري. فطبعا المواطنين اثار قلق كبير بين المواطنين، والادويه دي بتستخدم في علاج العيون والربو الشعبي والمسالك البوليه والاذن الوسطى. فطبعا انا يعني لازم كنت اعمل طلب احاطه واحيط الحكومه ان هي لابد من تشديد الرقابه على الصيادله وعلى المواد الغير مطابقه للمواصفات، دي اساسا ادويه مغشوشه. ف ولازم التصدي والرقابه على مخازن الادويه كمان وحسم القصه من حفظافرها. يعني دلوقتي يعني 3 ادويه فندم، ولازم اعلن عن الناس، ولازم الناس كمان يعني اناشد المواطنين ان هم ما يسمعوش الاعلانات الواهيه اللي جايه من معاهد الصحه اللي بيعملوا الادويه، يعني اللي هي بتبقى جايه من دير السلم، يعني الادويه مش موجوده في مصر. انا بحترم كمان الشركات اللي بتقفل اول ما يكون مفيش مثلا عشان الازمه الماده الفعاله مش هيقدروا يجيبوها، او يقدروا المواد الخام يستوردوها، في مصانع قفلت ادويه احترمها عشان ما بتتاجرش بصحه المواطن الغلبان. ولكن الادويه المغشوشه لابد من التصدي لها ولابد من الرقابه. الادويه المغشوشه دي يا دكتور امل معموله اذا على رايك كده من تحت اللي بنسميها تحت بير السلم، ولا بعضها ايضا مستورد؟ مستورد ممكن يكون بشكل غير قانوني. يعني السلم يا فندم للاسف تحت بير السلم. طيب